خبرنا اليوم قد ايه حرصت بفيلم ولا غلطه ان تكون على طبيعتك. شفناك في محل يمكن كسر اجرك او مروح اجرك وشعراتك كانه فايق من النوم. لما اكون كسر اجري بكون على طبيعتي، على طول مكسر لانه لا كان كثير طبيعي. قد ايه حلو اليوم اول مره اولادك بيكونوا الى جنبك. هيدي الرساله اللي حبيت وجهها من دون ما احكي لكل العيال انه يعرفوا اللبنانيه وغير اللبنانيه انه هيدا الفيلم عم جيب اولادي يحضروه، معناتها هو فيلم موجه للعائله اللبنانيه. 2022 رح تسكر بابا، لشو رح تقول باي؟ بقول ان شاء الله السنه الجايه تكون احلى وينعاد على الجميع ويكون تكون سنه ازدهار للبنان بقى وقيامه لبنان. نحن مسؤولين عنها، مش بس بدنا ندعي ونتمنيها، نحن مسؤولين انه لبنان يرجع. بابك مفتوح للكل اليوم الفنانين؟ انا بيبي مفتوح لكل الناس، يعني ما نطوي الصفحات القديمه. الزمن بيطوي كل شيء، الزمن دواء لكل شيء.